اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاخير في هذه الحلقه دكتور احمد سامي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام. هارد لك النهارده هزيمه للنادي الاهلي. عايزين نعرف ابرز الارقام في هذه المباراه سواء سلبيه او ايجابيه. في البدايه طبعا هارد لك للنادي الاهلي وجمهوره. يعني هو اللي زعل النهارده ان الفوز كان في المتناول، بس هي دي الحاجه الوحيده يمكن اللي تزعل شويه، لكن انا شايف بصراحه ان الاداء بتاع النادي الاهلي كان احسن من مباراه شباب الثوره في الجزائر واحسن مباراه سيمبا. يعني الاداء النهارده اتطور احسن، يعني الراجل اللي صارتي تحس ان هو بيبدا يتعود على اجواء افريقيه، يعني رغم الخساره. خلي بال حضرتك برضو النهارده باللاعب منافس تقيل، فرقه تقيله في تاكلوب، دي من الفرق المرشحه ان هي توصل نص نهائي، يعني ان انت تتعادل معاها او تخسر منها دي برضو 1-0، يعني النتيجه طبعا هي نتيجه غير مرضيه يعني، بس مش يعني مش عايز الناس تزعل من النتيجه دي، لسه الاماني موجوده ولسه الفوز ان شاء الله. يعني الفوز كمان انت لو كسبته وبفوز شباب الثوره هنتكلم دلوقتي على فرص الصعود ان انت تصعد وتتصدر كمان. بالنسبه للارقام النهارده، ارقام المباراه يمكن الاستحواذ بتاع فيتا كلوب 54% هم، واحنا بعد المباراه 46%. راحوا على الجون عملوا 27 محاوله منها 14 صحيحه، واحنا عملنا 10 محاولات منهم 7 صحيحه. الفاول 3 والنادي الاهلي ارتكب 10، هم طبعا عندهم اسيست واللي عمله اللي هو توسيلا كيسيندا اللي اتكلمنا عنه قبل المباراه، والضربات الركنيه 14 لفيتا كلوب و6 للنادي الاهلي. دي يمكن ارقام المباراه بصفه عامه. رجل المباراه طبعا هو توسيلا كيسيندا طبعا اللي سجل هدف اللي احنا اتكلمنا عنه، اكتر لاعب قام بمراوغات ناجحه، كان عامل 12 قبل الماتش والنهارده 5 وصل 17. ده من اللعيبه اللي 19 سنه من اللعيبه المفاجاه في دوري ابطال افريقيا السنه دي. اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى عامل 7 منهم 5 اون تارجت، اكتر لاعب عامل كرات عرضيه. فرجل المباراه بدون جداره هو توسيلا كيسيندا رقم 29 صاحب هدف الفوز لفيتا كلوب. برده من الارقام بقى بالنسبه للاعيبه الاهلي اللي عملوا مباراه كويسه، علي لطفي قدم بصراحه رغم ان هو نزل بعد اصابه الشناوي وبقى له فتره ما بيلعبش فتره طويله، يمكن هو تصدى ل 11 تسديده من 12 تسديده جات له على مرماه، رقم كويس جدا. فبالنسبه لحارس كان في الثلاجه ما لعبش غير ماتشين في الدوري وجاي النهارده فجاه بتدفع بيه مباراه فيتا كلوب، لا يعني بالنسبه لي صراحه تقييم عالي بالنسبه لعلي لطفي، رغم ان هو ممكن في كره الهدف كان يعني ممكن يتحمله بعض الشيء، الا ان هو بصراحه يستحق تقييم عالي علي لطفي. تاني واحد سعد سمير، سعد سمير اكتر لاعب قطع كوره في المباراه كلها 19 مره، واكتر لاعب عمل بلوك يعني سواء منع تسديده او منع عرضيه، واكتر لاعب شتت الكوره 13 مره، ده سعد سمير. يبقى علي لطفي سعد سمير، الثالث وراهم على طول هو عمرو السوليه، عمرو السوليه برده قدم مباراه كبيره جدا، بعد كده مروان محسن. دي يمكن الارقام الايجابيه للنادي الاهلي، سواء علي لطفي، سعد سمير، عمرو السوليه، مروان محسن. مروان محسن على فكره فاز بسبع التحامات ثنائيه قبل خروجه، دي افضل اربع لعيبه النهارده. مروان افضل يعني من افضل اللاعبين في النادي، من افضل اللاعبين النهارده افضل اربعه علي لطفي، سعد، السوليه، مروان. ده بالارقام. بالارقام نيجي بقى للارقام السلبيه شويه. رمضان صبحي، رمضان صبحي النهارده لعب 74 دقيقه ما صنعش ولا فرصه، ما عملش ولا محاوله على المرمى، فدي ارقام طبعا بالنسبه للاعيب جناح. لا يعني رمضان محتاج يعني بصراحه لغز شويه الاداء في الفتره الاخيره بتاع رمضان، محتاج يتطور بشكل افضل من كده. وحسين الشحات برده لما نزل يعني لسه الاثنين محتاجين يتطوروا. احنا النهارده بصراحه افتقدنا جرالدو بكل صراحه، جرالدو وجوده في الدوري بالاداء اللي بيقدمه افتقدنا لعيب زي جرالدو، طبعا عشان هو كان مسجل مع فرقته اول اغسطس فما لعبش معانا. برده بالنسبه للارقام الثانيه، انا شايف النهارده النادي الاهلي يعني قدم مباراه كبيره جدا، ولكن اهدار الفرص. الراجل لاسارتي على فكره قدم يعني قسم المباراه بشكل كويس. الشوط الاول حب ان هو اول ربع ساعه هحاول اخطف هدف مبكر، طب ايه سوء التوفيق، اهدار الفرص ما ساعدوش. فالنتيجه برده يعني الشوط الاول هم كان ليهم فرصه بصراحه في القايم، كانت ممكن تتقدم، ولكن هو الراجل خرج بصفر صفر. الشوط الثاني كان عنده سيناريو برده كويس جدا، اول ربع ساعه هو حاول اخطف بهدف، رحنا حتى في اول هجمه من الشوط الثاني كنا هنجيب جول من كوره، فهو الراجل فكره ان انا كنت اعمل اجيب جون اجيب هدف مبكر في بدايه الشوط الثاني، ولكن ما اسعفوش تراجع العامل البدني في اخر ربع ساعه. صراحه النادي الاهلي تراجع في اخر ربع ساعه بدنيا. اذا يعني اربع اسباب النهارده للامانه من وجهه نظري هم ممكن يلخصوا اسباب الخساره. اول حاجه اهدار الفرص زي ما قلنا، ثاني حاجه سوء التوفيق، ثالث حاجه تراجع العامل البدني في اخر ربع ساعه، رابع حاجه في نقطه مهمه جدا، دي النقطه الوحيده اللي اختلف مع لاسارتي فيها في المباراه كلها، هي في التغيير. التغيير الثالث كنت افضل وجود لاعب ارتكاز ثالث، انت خلاص يعني قدرت المباراه بشكل كويس جدا وكنت ممكن ان انت تكسب 1-0
وما حصلش. يعني انت لو ما كسبتش ما تخسرش. كنت نزلت ارتكاز ثالث وقفلت. لعيب زي احمد فتحي بخبراته ينزل للشوط الثاني يلعب كارتكاز ثالث، خاصه ان كان باين قوي ان تيسيرا كيسندا اللي هو رقم 29 ده لعيب مهاري قوي، لعيب بيروح ناحيه محمد هاني وناحيه علي معلول. كان يعني تيسيرا كيسندا ده عامل 7 محاولات، وبالتالي كان مفتاح لعب مهم جدا. وجهه نظري كان نزل ربيعه كارتكاز ثالث او احمد فتحي، الاثنين دول لو واحد فيهم كان نزل مكان تغييره حسين الشحات، يعني لو كنت سحبت رمضان ونزلت احمد فتحي او رامي ربيعه كارتكاز ثالث، كنت ممكن تخرج بالتعادل بدل الخساره. ديت يمكن ابرز الحاجات اللي حصلت. بالنسبه بقى للفرص، دلوقتي انتهى الشوط الاول من مباراه شبيبه الثوره الجزائري مع تسيمبا التنزاني، وما زال التقدم لشبيبه الثوره الجزائري بهدف مقابل لا شيء. دي كويس. بالنسبه للفرص التاهل بقى للنادي الاهلي، ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي شبيبه الثوره متقدم، وغالبا المباراه هتنتهي بفوز شبيبه الثوره لانه بيلعب في الجزائر. شبيبه الثوره على فكره اتطور بشكل كبير جدا بعد الخساره، بعد التعادل معانا والتغيير المدرب، جالهم مدرب اللي هو كريم الزاوي مكان نبيل نجيز، اتعادلوا مع فيتا كلوب، بعد كده كسبوا فيتا كلوب، والنهارده بيكسبوا سيمبا. ايه فرص التاهل؟ النهارده شبيبه الثوره لما يكسب هيبقى 8 نقط، اذا مفيش قدام النادي الاهلي غير فرصه واحده هي الفوز. وسبحان الله ولو كسبت هتتاهل كمتصدر للمجموعه. يعني النادي الاهلي بعد فوز شبيبه الثوره النهارده ما قداموش غير فرصه واحده، ان انت تكسب وتتاهل كمتصدر بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن اي نتيجه، تكسب المباراه وتتاهل كمتصدر. لان لو اللي هيقرب منك هو هيبقى فيتا كلاب، وانت من المواجهات المباشره هنحسبها. اول حاجه في حاله الفوز الاهلي يتصدر المجموعه، طبعا بعد فوز الشبيبه النهارده يتصدر المجموعه، يتاهل كرسمي ويتصدر المجموعه. وعلى فكره هتبقى مباراه صعبه جدا، لازم الاستاد يكون ممتلئ على الاخر، لازم الجماهير، طبعا جماهير الاهلي ما بتتوصاش في المباراه دي، لازم ان شاء الله نكسب عشان نتصدر المجموعه. طب ايه اللي يحصل بقى في حاله التعادل؟ لو اتعادلنا يعني المباراه الجايه لا قدر الله لو حصل تعادل، لو حصل تعادل يبقى احنا لازم مباراه النهارده تنتهي بالتعادل. دي الفرصه الوحيده عشان النادي الاهلي يصعد كتاني كوصيف، ان لازم مباراه النهارده تخلص تعادل، والنادي الاهلي لو تعادل اخر ماتش النادي الاهلي يصعد وصيف. ده الفرصه الثانيه الوحيده للنادي الاهلي. اما لا قدر الله في حاله الخساره تعني خروج النادي الاهلي من البطوله. اذا ملخص الفرص ان النادي الاهلي بيحتاج للفوز المباراه الجايه على شبيبه الثوره لكي يتصدر المجموعه. ده يمكن الفرص. برضو عايز اقول للناس حاجه، ان الفرق دلوقتي في افريقيا اتطورت بشكل كبير جدا. انت دلوقتي لو بصيت على كل المجاميع، الفرقه الوحيده اللي ضمنت الصعود الترجي. باقي الفرق المجموعات كلها، يعني لو اتكلمنا على باقي المجاميع، بص حضرتك باقي المجاميع بتاعت الفرق هتلاقي الفرص كلها لغايه اخر جوله. اول مجموعه مثلا سان داونز عنده 10 بعد لما يكسب النهارده، والوداد 7، اسك 7، لوبي ستارز 4. اذا اللي صاعد مين؟ سان داونز كده تقريبا شبه ضمن الصعود. وفي ماتش اللي هو الجوله الاخيره ما بين سان داونز والوداد في المغرب، ده طبعا 3-0 سان داونز. فسان داونز خلاص كده ده تقريبا ضمن الصعود بنسبه 100%. ليه؟ لان فرق المواجهات المباشره ما بينه وما بين اسك ميموزا لصالح سان داونز، فسان داونز ضمن الصعود. هيروح يقابل الوداد المباراه الاخيره، الوداد ما فيش قدامه غير فرصه واحده ان هو لازم يكسب، عايز يكسب، فيكسب هيتصدر المجموعه. فانا اتوقع ان المجموعه دي هتنتهي بتصدر الوداد لما يكسب في المغرب، وسان داونز هيبقى الثاني. دي اول مجموعه. المجموعه الثانيه يعني نلاحظ ان المجاميع في لغايه اخر، يعني لغايه اخر لحظه هتنتهي، فده بيتاكد ان تقارب المستويات. يعني المجموعه الاولى اهي لما الوداد يكسب في المغرب يتصدر اول ويبقى سان داونز الثاني. طب لو ما كسبش هيبقى سان داونز اول والوداد يستنى نتيجه اسك ميموزا مع لوبي ستارز. لو اسك ميموزا كسب والوداد خسر الوداد يطلع بره. ولكن الاقرب طبعا الوداد في المغرب بجماهيره اكيد هيكسبه، فهيبقوا 10 وسان داونز 10. فاللي هيصعد الاول الوداد والثاني سان داونز. تمام. المجموعه الثانيه الترجي حسم الصعود 11 نقطه. في مباراه ما بين، دي مباراه بقى المصيريه في المجموعه دي، مباراه الموت ما بين حريه واورلاندو بيراتس. في حريه عنده فرصتين، يا يكسب يا يتعادل. لكن اورلاندو ما عندوش غير فرصه واحده بس ان هو يكسب عشان يصعد، فهتبقى مباراه موت ما بينهم. اذا الترجي هيبقى اول، غالبا حريه طبعا عشان على ملعبه فهتبقى فرصته اعلى شويه، فممكن يبقى الترجي وحريه من المجموعه دي. نيجي بقى للمجموعه الثالثه، مجموعه الاسماعيلي. مجموعه الاسماعيلي برضو مجموعه معقده شويه. شباب قسطنطينة عنده 10 نقط، مازيمبي عنده 8، الافريقي عنده 7، الاسماعيلي طبعا بره عنده 2. فايه الفرق؟ الفرق ان الافريقي عنده فرصه واحده بس، الافريقي محتاج يكسب الاسماعيلي بنتيجه كبيره بحيث ان هو يعني ايه
لان عندك مازيمبي مع شباب قسطنطينة عندهم مواجهه اخيره، المواجهه دي هتحدد بنسبه كبيره جدا، ولكن وجهه نظر يعني ان في المجموعه دي شباب قسطنطينة ومازيمبي هم اللي هيتاهلوا، لان الافريقي هيحتاج ان مازيمبي يتعثر على ملعبه قدام شباب قسطنطينة. لان المباراه مازيمبي وشباب قسطنطينة في ملعب مازيمبي دي هتبقى مباراه صعبه جدا، الاغرب فيها طبعا مازيمبي على ملعبه بيكسب فهيبقى 11 نقطه، شباب قسطنطينة 10، الافريقي هيبقى 7 لما يكسب هيبقى 10، ولكن فرق المواجهات المباشره الاثنين متساويين هيبص لفرق الاهداف، وبالتالي الاقرب في المجموعه دي شباب قسطنطينة ومازيمبي. المجموعه الرابعه طبعا وهي مجموعه النادي الاهلي، شباب الثوره دلوقتي هيبقى متصدر بعد ما يكسب المباراه دي هيبقى 8، النادي الاهلي هيبقى 7، فيتا هيبقى 7، سيمبا هيبقى 6. اذا عندك فرصه واحده للنادي الاهلي زي ما اتكلمنا فيها ان النادي الاهلي لازم يكسب المباراه الجايه، ولما يكسب ان شاء الله هيبقى 10 ويتاهل كمتصدر. طيب ايه النتائج الثانيه؟ يعني حضرتك دلوقتي في فيتا وشباب الثوره، يعني الماتش الجاي الاخير هيبقى فيتا وسيمبا هيلعبوا بعض، والاهلي هيلعب شباب الثوره، فيتا لو كسب هيصعد ثاني، ففي الغالب في المجموعه دي يعني بنسبه كبيره ان شاء الله النادي الاهلي هيتصدر وفيتا كلوب هيبقى الثاني معاه. لانه لو كسب هيوصل 10 وشباب الثوره هيبقى 8. والفارق المواجهات المباشره بينه وبين الاهلي احنا كسبين 2 وهو كسبان 1. لا احنا هنبقى خلاص احنا هنبقى 10 وفيتا كلوب فارق المواجهات المباشره في صالح الاهلي، هيبقى الاهلي والفيتا كلوب مع بعض. ايوه. فاذا يعني الاربع مجاميع كده، ممكن المجموعه الاولى نقول منها الوداد سان داونز، المجموعه الثانيه الترجي حريه، المجموعه الثالثه مازيمبي وشباب قسطنطينة، المجموعه الرابعه الاهلي وفيتا. هم دول الثمان فرق هيبقى يعني مين اللي هيلاعب بعضه بقى؟ على حسب القرعه طبعا بقى. الاوائل الاوائل هيبقوا فوق والتواني هيتوزعوا على حسب القرعه لغايه نهايه المجموعه. طبعا الثمانيه يعني والبطوله السنه دي قويه جدا قويه جدا، واضح ان الفرق كلها يعني طبعا الترجي لسه كان حصل على البطوله الوصيف، فرقه قويه جدا، سان داونز ماشيه بشكل كويس جدا، بدات بدايه مش حلوه وبعد كده رجعت ان هي ترجع بشكل مميز قوي، المجموعه الثالثه فيها شباب قسطنطينة ومازيمبي، مازيمبي طبعا بخبراته، ولكن طبعا انا شايف ان الاهلي ان شاء الله لما يعدي من المباراه الجايه باذن الله هيبقى يعني مرشح بقوه باذن الله مع الترجي للبطوله باذن الله. ده بالنسبه للفرص بقى كالعاده يعني الاهلي والترجي يعني هم دول المرشحين الابرز، لكن الاهلي والترجي لا بس في فرق برضه في فرق قويه زي يعني الوداد بيمر بحاله عدم اتزان شويه يعني حتى النهارده لسه خسران بيمر بعدم اتزان، سان داونز لسه مش ده سان داونز بتاع 2015 اللي كسب الزمالك، الترجي ما شاء الله 11 نقطه الفريق الوحيد اللي معدي 10 نقط، المجموعه الاهلي برضه الاهلي وفيتا، الفيتا النهارده احنا شفناها فرقه تقيله قوي، فيتا يعني فرقه لا فرقه تقيله ممكن توصل نص نهائي يعني الاهلي وفيتا والترجي مثلا ومازيمبي يعتبروا من اقوى اربع فرق في البطوله. شباب قسطنطينة حاله عامله حاله ماشيه بشكل كويس، بتلعب على ارضها بيعتمدوا على عرضيات مع دينيس لافاني، عاملين حاله كويسه بيعتمدوا ان هم دايما بيكسبوا، ولكن الفرق اللي هي بتبقى حاله دي مش شرط ان هي توصل يعني اخرها ان هي توصل دور الثمانيه، لكن ما توصلش للنهائي ونص النهائي. احنا على فكره شفنا الترجي السنه اللي فاتت، الترجي السنه اللي فاتت صاعد تاني وبعد كده احنا كنا ما كانش في حد مرشحه قوي، اللي هو يعني حتى هم صعدوا على ماتش حريه بالعافيه، اللي هو كان لا كان ماتش بعد كده قابلوا فريق وصعدوا بيه بالعافيه ووصلوا لنص نهائي بعد كده نهائي، ما كانش في حد متوقع. فدايما البطل بيبتدي تدريجيا، وانا شايف ان لاسارتي بيصلح من اخطائه، انا جيت انا انتقدته في المباراتين اللي فاتوا. هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس وهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم دايما فيها يا جماعه، ان احنا مفيش اي مشكله خالص، اتغلبنا اتغلبنا، ولكن هناك اداء جيد في جزء من المباراه افضل بكتير من مباراه سيمبا، لم نصل للمستوى اللي احنا عايزينه، فعلا لم نصل للمستوى اللي احنا عايزينه، ولكن التدرج في الوصول للمستوى بيخلي للمستوى الطبيعي بتاعك بيفضل تفضل زي ما انت مده طويله، ولكن لو انت نطيت من هنا لهنا مره واحده هتنزل بسرعه، لكن التدرج واحده 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 واحده، وما زالت كره القدم دايما بتعلمنا كده في كره القدم، ما زالت الفرصه في ايدك انت، احسن حاجه في الدنيا ان تبقى الفرصه في ايدك انت، ما تستناش بقى لما مثلا فيتا يكسب كذا، لا انت مش مستني حد، انت تكسب المباراه تصل كمتصدر. ودايما دايما البطل كمان بيبدا تدريجيا، دايما بتلاقيه ان هو بيبدا يحسن مستواه في البطوله، وده اللي بيعمله لاسارتي. لاسارتي رغم الخساره الا ان هو بصراحه النهارده احسن من مباراه شباب الثوره واحسن من مباراه سيمبا في تنزانيا، كنا بصراحه كان مستوانا يعني سيء جدا، النهارده احسن، النهارده رحت على الجول، النهارده كنت ممكن تسجل، هي بس الخطا الوحيد او اللوم الوحيد عليه النهارده ان هو ما قفلش،
ان انت كنت مثلا تنزل ارتكاز ثالث. ودي وجهه نظرك. ودي وجهه نظر. وجهه نظر. وخلي بالك ان انا عالي وراكب، طب ما انا اركب زياده اللي هو هجيب هدف. أجيب بس 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 انت فرقتك اتراجعت بدنيا، يعني رمضان كان اخر ربع ساعه باين ان هو مش قادر شويه، انت فرقتك في اخر ربع ساعه كان الافضل ان انت تقفل. ودي على فكره خبرات، الراجل امريكا الجنوبيه من المدارس اللاتينيه بتكتسب خبرات، لما بتروح تلعب في افريقيا بتكتسب خبرات اكتر، ودايما الفريق البطل هو اللي بيتدرج تدريجيا، بيدخل للبطوله تدريجيا لغايه ما يوصل للنهائي، وده ان شاء الله يكون النادي الاهلي. بس طبعا المباراه ديت اللي جايه لازم جماهير النادي الاهلي تآزر بقوه، لانها مباراه مصيريه، مباراه عنق الزجاجه، لازم تكسب وان شاء الله تكسب وتتصدر، مفيش غير الفوز، خاصه ان انت هتلاعب فريق مش سهل. شايف تتصور؟ طبعا فريق مش سهل، وفريق من شمال افريقيا، وفريق بدعم وتغيير المدرب كمان، هم كان دلوقتي بقوا بيلعبوا 4-1-4-1، وعندهم اطراف كويسه، عندهم يحيى شريف ده مهاجم كويس قوي، عندهم لعيبه كويسه، طبعا الفريق ده هندرسه وهنتكلم عنه بشكل كويس، ولكن لازم الفوز ان شاء الله في المباراه دي كي تتصدر ان شاء الله. عموما احنا خلال الاسبوع بالكامل اعتقد ان احنا هنكون مع حضراتكم يوم بكره ان شاء الله، هنكون مع حضراتكم يوم الثلاث ويوم الاربع ويوم الجمعه هنبقى برده مع حضراتكم، والسبت طبعا المباراه هنفتت فريق الثوره الجزائري، وهنقول لحضراتكم ايه هي اوجه الضعف واوجه القوه زي ما اتعودتوا منا خلال الفتره اللي فاتت، طبعا مع كلامنا عن المباريات الاخرى اللي بنتكلم عنها، ولكن هيكون دايما خلال الاسبوع القادم هنبقى دايما بنحاول نبرز نقاط الضعف اللي موجوده في شباب الثوره ونقاط القوه اللي موجوده في النادي الاهلي، لان هو ده اللي مطلوب خلال هذا الاسبوع، لان احنا انا شخصيا اثق تماما في الجهاز الفني، في اللاعبين، في مجموعه اللاعبين اللي متواجدين في الجهاز الفني الحقيقه. وزي ما قلنا احنا ما وصلناش، عشان برضو الناس ما تقعدش تقول لك انت انا ما بدافعش بالمناسبه يعني انا بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي كده دايما الجاب كان كبير، الجاب دلوقتي قل، هينزل هيبقى هيقل خالص امتى؟ ده اللي احنا بقى مستنيينه، ان احنا عايزين نصل للنادي الاهلي الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان هو يلعب جوه يلعب بره، بيلعب بمستوى ثابت في كل المباريات، هو ده اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه. وزي ما عماد قال، كابتن عماد نحاس قال، وكابتن بلال قال، وكابتن تامر بدوي قال، ومن بعدهم الدكتور احمد قال، الحقيقه كل الناس بتجمع على كده، كل الناس اللي بتجمع على ان النادي الاهلي من تطور لتطور، على الرغم من النتيجه السيئه، وعلى الرغم من ان هناك بعض السلبيات الواضحه. ما انا لازم اقعد كل شويه اقول الكلام ده عشان ما تفتكروش ان احنا بندافع بس طبعا. يعني لكن ولازم دلوقتي كلنا بقى نقف ورا الفرقه. برافو عليك. من بكره ان شاء الله من بكره ان شاء الله هننسى مباراه النهارده، مباراه فيتا كلاب، وهنتكلم عن المباراه القادمه. من بكره ان شاء الله هنقفل صفحه فيتا، وهنتكلم عن مباراه شبيبه الثوره، وكيف يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في المباراه القادمه. كل اللي احنا بنقوله فنيا وحسابيا ورقميا واحصائيا ومش عارف ايه والكلام ده كله على جنب، لكن يبقى شيء واحد هو حضراتكم بس، لا احد اخر. الكلام الفني طبعا كويس جدا، وان لاسارت ينزل مين ويطلع مين ويعمل ايه هنتكلم وهنقول وهنفصص الكلام ده كله، ولكن يبقى جمهور النادي الاهلي هو دائما حامي النادي الاهلي، وهو دائما اللي خلف فريق النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لكم، بقول لحضراتكم ان انتوا الاساس في كل شيء الفتره اللي جايه، مش عايزين اي شيء خالص غير ان احنا نقف خلف الفريق، نقف خلف الفريق. وانا ان شاء الله ما اعرفش، انا عندي ثقه كبيره ان المباراه اللي جايه هتشهد تألق عدد كبير من اللاعبين ان شاء الله. حتى 1-0 خلاص تصعدك ان انت تخليك متصدر للمجموعه، فلازم ان شاء الله الاسبوع ده نكون داعمين لفرقتنا، اي انتقادات خلاص نوقفها النهارده، نبدا الاسبوع دوت تحديدا ندعم الفرقه بشكل كبير جدا. لازم الاستاد ان شاء الله يكون ممتلئ، يعني يا ريت الاداره تحاول تزود كمان عدد الجماهير طبعا لمصلحه الفريق، كل ما الجماهير بتكتر كل ما يعني يكون طبعا دافع قوي جدا للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يعني بالجمهور اللي هيحضر ان شاء الله نكسب وان شاء الله نتصدر المجموعه. عايزين نقفل صفحه بقى خلاص اللي فات، ودايما لما احنا بنقول الاداء يعني اتحسن عن المباراتين اللي فاتوا، مش معنى كده ان احنا عايزين يعني خلاص ان احنا راضيين بالخساره، لا، في حاجات فنيات، في شغل بيتعمل، لازم بالظبط كده هو ده اللي احنا بنوضحه، في جمل، في حاجات جديده، في تحرك بدون كوره، في الراجل، لا، في شغل واضح، بس الراجل لسه بيتعود على بيكتسب خبرات الافريقيه دي الفكره. الراجل في الاول كان بيشوف الماتش، لا، كان سيء جدا في مباراه سيمبا، مباراه شباب الثوره النهارده احسن بكتير، لسه هنبتدي تدريجيا، ودايما البطل هو اللي بيطور من نفسه اثناء البطوله دايما. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، وان شاء الله خلال هذا الاسبوع نتقابل مره اخرى ونفند بقى. عشان كمان نطمن بس اخر حاجه، جماهير الاهلي على اصابه الشناوي ان هي اصابه بسيطه ان شاء الله، مش كبيره يعني، التواء في الكاحل، يعني التواء في الكاحل
ونتمنى له يا رب كل السلامه. انت عارف الكلمه اللي احنا بنقولها بتبقى يعني ما هي اوفيشال، فلازم نقول ان احنا هنستنى برضو راي الدكتور في هذا الموضوع، انه هيقعد فتره قد ايه عشان نقدر نقول لحضراتكم، ولكن هي التواء في كاحل القدم. نتمنى له رب السلامه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كنا نتمنى طبعا الحصول على 3 نقاط في هذه المباراه، ولكن في النهايه هناك بعض الايجابيات اللي احنا اتكلمنا عنها وهناك سلبيات هنتكلم عنها، ولكن ابتداء من بكره للمره المليون اهو انا بقول ابتداء من بكره ان شاء الله دايما هنفضل خلال هذا الاسبوع ان احنا في ظهر النادي الاهلي كملعب الاهلي، وعايز حضراتكم برضو خلال الفتره اللي جايه كل اللي تقدروا تعملوه اقدروا اعملوه، وقفوا في ظهر الفريق، لان هو ده الوقت اللي النادي الاهلي محتاج حضراتكم فيه، اللي انتوا دايما واقفين ورا النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم الساعه 10:30 نشوف بقى حلقه جديده لملعب الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.